لا، مسؤولية الدولة ولا المجتمع تطبيق الأحكام مولانا؟ تطبيق الأحكام بطبيعة الحال هي مسؤولية فردية في مشترك المقام فقط الأول، فردية. ثم تنتهي إلى مسؤولية جماعية. يعني هي المسؤولية في الشريعة هي تتخذ المنحى الفردي أولا، ثم بعد ذلك المنحى جمعي أو الجماعي أو مسؤولية المجتمع ككل. لكن هذا كان واضح في حديث الرسول صلى الله عليه عليه وسلم: الصلاة والسلام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيبدأ بالجانب الفردي، فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، وينتهي إلى الحاكم. فالمسؤولية هي فردية لكن تنتهي إلى المسؤولية الجماعية.